عندك خبر أن صادرات المملكة الغير نفطية تجاوزت 235 مليار في 2018، وأن أعلى حصة من الصادرات الغير نفطية تستوردها الصين بنسبة تتجاوز 15%. من هالمعلومة يتضح لنا حجم النمو الصناعي اللي يتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030، وطبيعي بيكون التساؤل وش أبرز المنتجات الصناعية اللي تصدرها المملكة؟ المواد والمنتجات الكيميائية 152 مليار ريال، الحديد والمعادن الأساسية 16 مليار ريال، المنتجات الغذائية 11 مليار ريال، معدات النقل 11 مليار ريال، المنتجات والمستحضرات الصيدلانية الأساسية مليار و500 مليون ريال. وبهالتوجه يزيد عندنا الاعتماد على الموارد الغير نفطية لتحقيق أحد أهم تطلعات وطموحات المملكة لتحقيق رؤية 2030.